السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد في قناة وصفات جميلة أم إلهام. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي ضرورية في رمضان وضرورية لينا في الطبلة ديال رمضان إن شاء الله. واليوم غادي تكون إن شاء الله أول حلقة من سلسلة تحضيرات رمضان بإذن الله. هذه أول حاجة غادي نشارك معكم سلو أو سليلو أو سفوف، كل واحد ومنطقة كل واحد كيفاش كيسميه، كل منطقة وكيفاش كتسميه. عندي اليوم غادي نشارك معكم طريقة التحضير ديالي على حقها وطريقة وعلى الأصول ديالها وصحية 100%. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندي هنايا 2 كيلو ديال الطحين محمرين على حقهم وطريقهم مزيان ومدوزهم في الغربال، يعني مدوزهم نهائيا كما كتشوفوا نهائيا، واش فيهم شي حبيبات ولا شي حاجه. انتم على حق وطريقه محمر مزيان. عندي هنايا 1.5 كيلو ديال الكاوكاو. عندي هنا كذلك تقريبا 2 كيلو الا ربع ديال اللوز. عندي هنا 1.5 كيلو كاوكاو و 2 كيلو الا ربع ديال اللوز. الكاوكاو واللوز كنمسحهم مزيان وكندخلهم في الطاول الفران كيتحمروا بطريقه صحيه، كيتحمروا وكنطحنهم بقشورهم، ما كنضيعوش نهائيا القشره ديالهم حيت فيهم فوائد وكيعطوا واحد البنه. كيلاش نقليوهم كنزيدوا علينا غير الخدمه. وثانيا الطريقه اقتصاديه. عندي هنا 1.5 كيلو ديال الزنجلان، مسحته مزيان غسلته مزيان ونقيته هو الاول، عاد غسلته مزيان ودرته في الفران يتحمر مزيان وهاني طحنته. وعندي هنايا 1.5 كيلو ديال الشوفان غير هروشتو، مسحته مزيان وهروشتو. هانتوما ما مطحونش، ماشي بحال الدقيق، زوين كيجي. هذه هي الطريق، هذه الحاجه الجديده اللي في السله ديال هذا العام، الشوفان ندخلو فيه الشوفان صحي. عندي 4 ديال السكر كلاصي. عندي هنا 4 ديال النافع البلدي، هانتوما كي كتشوفو مطحون مزيان، زهدتو واحد شويه في الفران وطحنتو مزيان كما كتشوفو معايا. النافع البلدي فيه واحد الريحه هائله البنات. حبه حلاوه، عندي 1.5 ربع ديال حبه حلاوه كما كتشوفو معايا هي مطحونه. وعندي هنايا 3 معالق كبار ديال القرفه، ضروري من قبيصه ديال الملح كتبنن لينا اي حاجه درناها. وعندي هنا كاس كبير ما يعادل كاس وربع ديال الكاس العنبه كما كتشوفوا معايا، هما عسل خاطر. هذا ماشي عسل ديال السكر، هذا عسل ديال الزمزمي من نوعيه جيده، ما نديروش عسل ديال السكر البنات في السلو. الاحسن واللي عنده عسل حره، هذا تقريبا بحال العسل الحر، هذا رائع جيد. هانتوما غادي نوريكم، هانتوما الخيط ديالو ما يتقطعش نهائيا، حر. من الاحسن ديرو حاجه طبيعيه في السلو، فيه كل شيء مواد طبيعيه، ما نزيدوش شي حاجه ديال السكر ولا شي حاجه، يعني بحال من غير سكر كلاصي. انا غادي ندير العسل، انتما تشوفوا معايا غادي ندير العكاز ديال العسل هو الاول حتى ندوق مزيان. الا جاتني الحلاوه هي هذيك غادي نستغنى عن السكر كلاصي، جاتني ناقصه شويه غادي نزيد السكر كلاصي. وهنا عندي 1.5 كيلو ديال الزبده، طيبتها مزيان حتى ما بقاش فيها داك الحليب ديالها، وزدت عليها 1.5 إترو ديال زيت نور الشمس ويلور، زيت ويلور، زيت صحيه وما كتخليش لينا الريحه في السلو نهائيا، باستغناء عن جميع انواع الزيوت الاخرى النباتيه اللي كتعرفوا راه كتعرفوا اسمائهم. ويلور احسن زيت نقدر ننصحكم بها ديروها في السلو، غير كنعاونوها مع الزبده. هذه هي المادة الدهنية، الزيت والزبدة، راني مخلطاهم هنايا. وكما قلت لكم عندي قبيصة الملح، وهادو هما المقادير ديال السلو. ونبداو على بركة الله. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات كنجيبو قصرية تكون كبيرة بهذا الشكل، ولا شي إناء كبير نقي فاش نديرو هاد المسائل ديالنا. هذا السلو كيبي شي حاجة واسعة فاش يتحرك مزيان. بسم الله نبداو بالدقيق ديالنا.
ديروا لي بحال هكذا، خلو واحد الحفيره الوسط، غادي نديرو ربعه ديال النفع البلدي، غادي ندير ربعه المعالق ديال القرفه، غادي ندير نص ربعه ديال حبه حلاوه، غادي ندير كنص الكاوكاو، وغادي ندير 2 كيلو العرب ديال اللوز. هانتوما كتشوفوا معايا، وما نساوش الشوفان ديالنا كيف قلت لكم غير مهروش ما طحنش، هو الا طحنته غير شويه حدي كنديرو في مولينكس يلا حدي كندور 4 دوره ما كملت نص دوره دغيا كيولي كي دقيقة البنات. ونزيدو الزنجلة ديالنا، والقبيسة د الملح منساوهاش، تقريبا ملعقة صغيرة د الملح كتبنان، وفي نفس الوقت كتجي زوينة في سلو. غادي نخلط العناصر ديالي مزيان البنات، كلشي هادشي اللي هنا غادي نخلطو مزيان بهذه الطريقه هكذا، انا غادي نقسم الخليط ديالي على جوج قصريات، غنجيب قصريه ثانيه باش نقدر نتحكم فيه مزيان، حيت هذه القصريه جاتني صغيره ما شاء الله تبارك الله جاتني صغيره، غادي نعاود نمشي نجيب قصريه اخرى ديال العود بحال هذه ان شاء الله وانا معكم. هانتوما البنات كتشوفوا انا قسمت الخليط على جوج قصريات، نخلط مزيان مزيان العناصر ديالي، ومن بعد غنخلط كلشي غير حتى نخلط الدقيق يتخلط مع جميع العناصر اللي عندنا والمقادير، بحال هكا كنخلطو مزيان باش ملي كنديرو السوائل كنعاودو نزيدو نخلطو، يعني خلطنا في اللور مزيان باش متبقاش لينا شي حاجة ناشفة. هانتوما الحبيبات ديال الجنجلان ملي كنطحنو كيتعلك، هانتوما دابا نمشي نخلط القصرية التانية كتشوفو، تبارك الله الريحة ديال التوابل، قرفة نافع البلدي ما شاء الله زوين نافع البلدي، ننصحكم تبقى تستعملوه احسن من نافع الرومي كيعطي ريحة زوينة غزالة، كاع المقادير لا الزنجلان ولا اللوز ولا كلشي عطا واحد الريحة زوينة. دابا غادي ندير واحد الحفيرة الوسط، هانتوما كي كتشوفو معايا انا غير جاتني كثير على القصرين داكشي علاش قسمت، الكاس ديال العسل غندير نصو هنا، وندير نص ثاني لاخر كما كتشوفوا الخيط ديالو ها هو، وباش يتقطع نهائيا تبارك الله باش تعرفوا العسل راه مزيان. هانتوما كنخوي كامل هداك الكاس ديال العسل ديالي، كنعاود كامل كنسقطرو هنايا، تبارك الله كتشوفو قاسح الا ما جريتو مي 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 يهبطش ما شاء الله. ومن بعد غنسيب من بعد البنات غادي نزيدو الزيت والزبدة ديالنا، نزيدو الزيت والزبدة ديالنا كيف كتشوفو معايا، هانتوما غنخوي واحد الكمية نص الكمية هنا، ونخوي نص الكمية هنا حتى نشوف. وبالنسبة للسكر كلاصي غادي نخويه هنايا،
بعد السكر بلاصي اللي درت بالنسبه لي داك الكاس ديال العسل غادي يجي ناقص في الحلاوه غير من عيني مزالي. بسم الله توكلت على الله. كتشوفوا معايا بالطريقه هكذا انا غادي نبقى نخلط بالطريقه البنات. وملي غنخلط كامل العناصر ديالي هانتوما معايا باش غندلكوه مزيان باش داك الزنجلان وكاوكاو وكلشي العناصر يخرجوا الزيت ديالها باش ما يهزوش لينا اللي دام بحال الزبده والزيت بزاف. وبالنسبه للبنات اللي زريت لك الكتان سمحوا لي ما ذكرتهاش لكم نسيتها انا ممكن تموجدها. غادي ندير نص هنا ونص هنا عندي نص كيلو ديال زريت الكتان سمحوا لي ما ذكرتهاش في المقادير. دابا غادي كما قلت لكم غنجمع كلشي وغادي ندلك كلشي وهانتوما معايا. ودابا البنات بعد ما خلطت هاد القصريه هادي مزيان قبل ما ندلكها كنخلطو مزيان عاد كما قلت لكم كندلكها غادي نزيد الكوزه غادي نزيد الكوزه حتى هنا ما كنزيدهاش في الاول حتى كنجمع شويه حتى كنزيدها وبعد الكوزه غادي نزيد الزنجبيل حبوب ضروري حيت كنديرو الزنجبيل حبوب باش كيعطي كيبقى شاف باين في السلو وكيبقى عاطي المنظر. كذلك بنقي مغسول ونقي محمر هذا الشعر بحال بحال داك اللي مطحون غير خليت شويه حبوب. وبالنسبه للسلو ديالنا البنات من بعد ما دلكتو مزيان مزيان صراحه كيبغي يدلك مزيان باش ديك الزيوت كلها ديال الكاوكاو والجنجلان و وزريت لك التان كلشي داكشي واللوز كذلك كلشي كيخرجوا كيخرجوا لنا دوك الزيوت ديال العناصر كلشي اللي درنا في السلو. كندلكو مزيان مزيان صراحه اكتفيت بداك الكاس ديال العسل اللي درت وديك الكميه ديال السكر سكر كلاسي يعني جا هو هذاك ما كنبغيش ان يكون حلو بزاف وقدمته لكم بهذا الشكل هذا على شكل كيك. بالنسبه لي عندكم ضيوف ان شاء الله في شهر رمضان على شكل سلو بريستيج الطريقه باش قدمته لكم كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. وهادو قوالب على شكل فرديين حتى هما في المنظر زوينين بزاف كيجيو غزالين صراحه. ونوع المائده ديالنا الرمضانيه باشكال بسيطه بحال هكذا. كنتمنى البنات لنا الاعجاب ديالكم كما كتشوفوه صحي ما فيه حتى شي زياده او نقصان. زياده وحده اللي درتها هي الشوفان حتى هو صحي وكيجي زوين سلو زنجلان كاوكاو اللوز الشوفان نافع حبه حلاوه زريت الكتان الكوزه العسل الزبده وشويه تاع الزيت شويه سكر كلاصي وقريص هذا الملح. هادو هما المقادير بساطين وصحيين وكيجي غزال غزال غزال. كنقول لكم البنات تهلاو في ريوسكم وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو هذا. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وعلى الامه الاسلاميه كافه يا ربي امين. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش ابوني والضغط على الجرس كيف العاده لايك. والى الملتقى باذن الله مع فيديو في سلسله تحضيرات شهر رمضان. مع السلامه.